فاكر زمان؟ فاكر لما كنت لسه طفل صغير؟ فاكر لما كنت لسه طفل صغير؟ عمرك ما كنت تعرف يعني ايه مستحيل. كنت بتحط البطانية على ظهرك، وساعتها كنت بتحس انك سوبرمان. كنت بتركبي على ظهر المكنسة، وساعتها كنت بتحس انك ساحرة. كنت بتطلع على شجرة عالية، وعمرك ما حسيت انك هتقع. كان عندك فكرة، وببساطة انت حققتها. كان عندك مجرد فكرة وحولتها لواقع، لان كان دايما عندك امل. وبعد سنين كتير انت كبرت، وكل افكارك اتغيرت. لما فشلت في الامتحان، ساعتها كنت بتقول لنفسك إن عمرك ما هتنجح. لما رحت تقدم في وظيفة وما تقبلتش، ساعتها بتقول لنفسك إن عمرك ما هتشتغل. لما كان عندك فرصة تتقدم للبنت اللي بتحبها، ساعتها بتقول لنفسك إن مش ده الوقت المناسب. وفي الوقت اللي يجيلك فيه فكرة عبقرية ممكن بيها تحقق لنفسك حياة أفضل، ممكن بيها تحقق لبلدك حياة أفضل وأفضل، ممكن بيها تساعد الناس ومجتمعك يكون فخور بيك، ساعتها بتقول لنفسك إن كل الكلام ده خيالي. وبعد سنين كتير تعرف إن واحد مشهور جداً حقق كل ده لمجرد إنه عنده نفس أفكارك. بس إيه الفرق بينكم؟ هو بيشوف نص الكوباية المليان، أنت بتشوف النص الفاضي. هو يرى في العمل أملاً، أنت ترى في العمل ألماً. هو يفكر في الحل، أنت تفكر في المشكلة. هو يصنع الأحداث، أنت تتأثر بالأحداث. هو عنده عزيمة، عنده أمل. هو كأنه رجع طفل من جديد، ومفيش مستحيل. انت كمان حاول ترجع تفكر زي زمان، ايام لما كنت صغير، ايام كان المستحيل شيء مش موجود. واوعى اليأس يملأ قلبك، خليك دايما متفائل، واستعين بالله في كل خطواتك. بس خلي بالك ان كل لحظة بتعدي محسوبة من عمرك، عشان كده لازم تبدأ. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة.